السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد رمضان معاكم من قناة كوكب الطيور والحيوانات. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نتكلم عن نوع من أنواع السمان اللي بيعيش في دولة المكسيك، وهو سمان مونتيزوما. سمان مونتيزوما صنف على أنه من أجمل أنواع السمان. شكله اللي بيبين لنا جمال الزغرفة الإلهية على الريش ودوران الرأس، وجود خطوط بيضاء وسمراء. وبصراحة يا جماعة النوع ده من السمان أطلق عليه الكثير من الأسماء. أول اسم أطلق على سمان مونتيزوما هو السمان الضاحي، لأن السمان ده صوته جميل جدا، ويعتبر من أنواع السمان اللي ممكن تسمعها وهي بتغرد في الطبيعة. تاني اسم تم إطلاقه على هذا النوع من السمان هو اسم السمان الأحمق أو السمان الجاهل. أطلق عليه السمان الأحمق أو السمان الجاهل. بصراحة لقب غريب، بس في نفس الوقت بيرجع لأسباب هنتكلم فيها دلوقتي. ليه سموا سمان مونتيزوما بالسمان الأحمق أو السمان الجاهل؟ سمان مونتيزوما أطلق عليه الاسم ده نتيجة طبيعة حياته، وده لأنه في دولة المكسيك طبيعة حياته في دولة المكسيك كان بيعيش بصورة مستمرة على الأرض. حتى الأعشاش بتاعته كان بيبنيها بين الحشائش القريبة من الأرض، ما كانش بيعيش على الأشجار، ولا كان بيعيش فوق الهضاب والمرتفعات، ولا حتى كان بيخاف من البشر. وده خلى السمان أو خلى النوع ده من السمان يتعرض لأكتر من مرة للانقراض. كان سهل جدا على الصيادين أثناء تجولهم بين الحشائش إن هم يمسكوا السمان ده، لدرجة إن كان في البعض كانوا بيمسكوه بإيديه، البشر ما كانوش بيبذلوا أي مجهود إن هم يمسكوه. في بعض أنواع الصيادين كانوا بيمسكوه عن طريق شبك اليدوي، وده لأن طائر السمان حتى لما كان بيحاول إن هو يهرب من الإنسان لما بيفكر إن هو يمسكه، فكان بيطير على مرتفع على مستوى منخفض، يعني ما كانش بيطلع عمود ويطير بارتفاع، لا ده كان بيطير على مستوى مثلا 50 سنتي او حوالي متر بصوره مستمره. فبالتالي كان يقدر الصياد بالشبكه يقدر يمسك النوع ده من السمان. السمان ده يا جماعه بصراحه انا شايف انه ما يطلقش عليه السمان الاحمق او السمان الجاهل. هم اطلقوا عليه السمان الاحمق او السمان الجاهل، وده لانه امن للبشر، يعني كان بيشوف البشر قدامه فكان بيقرب منهم على مسافات قريبه جدا. وكان بصراحه يعني كان متوقع ان البشر هيسيبوه او هيتركوه في حاله يمارس حياته الطبيعيه في الطبيعه، فعشان كده هم اطلقوا عليه الاحمق او السمان الجاهل، لانه ما كانش بيخاف من البشر. لكن بصراحة هي كانت ثقة زايدة منه اتجاه البشر، عشان كده كان بيدي الامان انه يقرب منهم، فدفع الثمن وتعرض للانقراض. وكان في صيادين كتير بيجوا من مختلف دول العالم بالاخص عشان يمسكوا النوع ده من السمان، لانه كان سهل جدا في اصطياده. حتى اللي كان عايز يتدرب على الصيد، يعني اي واحد عنده بندقيه في اي منطقه قريبه وعايز يتدرب على الصيد، كان بيتدرب على النوع ده من السمان، لانه كان يعتبر اسهل انواع الطيور في الصيد. فكانوا بيصيدوا منه بكميات كبيره جدا، لدرجه ان الولايات المتحده لما شافت النوعيه دي بدات على الانقراض، فتدخلت حمايه البيئه وبداوا ان هم يروحوا يمسكوا كميات من السمان دوت، بس بيمسكوها عن طريق الشباك. كانوا بيمسكوها صحية بحيث ان هم الانقراض. سمان مونتيزوما سمان سهل جدا تربيته، لكن اوزانه بتوصل في بعض الاحيان ل 200 جرام كحد اقصى، هو وزنه يعتبر وزنه بسيط. انما بالنسبة كمنظر او كشكل او كاستخدامه كطيور زينة، فهو من اجمل انواع الطيور اللي بيندرج تحت سلالة السمان. كان معاكم احمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جميلة وحكاية جديدة عن بعض الطيور النادرة الموجودة في عالمنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.